أينما كنتم سادتي المشاهدين أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نشاطات العتبة الحسينية المقدسة، والتي نستعرض من خلالها جملة من أنشطة وفعاليات العتبة الحسينية المقدسة. أهلا بكم. التعريف بشخصية الشيخ محمد تقي الشيرازي ونشأته وحياته وبيان مكانته العلمية والعملية وإبراز الفكر السياسي والقيادي له وتوضيحه، جاء ذلك عبر المؤتمر العالمي الذي عقده مركز كربلاء للدراسات والبحوث التابع للعتبة الحسينية المقدسة بنسخته الثالثة، ذلك لإحياء تراث علماء كربلاء المقدسة، والذي توسم بالشيخ محمد تقي الشيرازي فكراً وقيادة. وشارك في المؤتمر كثير من البحوث من داخل العراق وخارجه، تمت مناقشتها بواقع جلسات بحثية وعلى مدار يومين. أمير محمد معه التفاصيل. تقارباً فروعة والخطط الموضوعة لتحقيق الأهداف الجوهرية في حياة الأمة. بعد أن تم استذكار العلامة الوحيد البهبهاني والشيخ أحمد بن فهد الحلي في المؤتمر العالمي لإحياء تراث علماء كربلاء في الدورات السابقة، مركز كربلاء للدراسات والبحوث التابع للعتبة الحسينية المقدسة يعقد مؤتمره هذا بنسخته الثالثة، والذي ركز فيه على شخصية الشيخ محمد تقي الشيرازي قدس سره أحد علماء كربلاء الذي كان له دور كبير في ثورة العشرين في فتواه المعروفة ضد الاستعماري البريطاني. يأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة المؤتمرات العالمية لإحياء تراث علماء كربلاء، ألا وهو المؤتمر الثالث المخصص لتحليل وكشف فكر وقيادة سماحة آية الله الشيخ محمد تقي الشيرازي قدس سره. يتحتم علينا أن نعمل على إحياء تراثهم وكشف كنوزهم المعرفية واستظهار قيادتهم الربانية للأمة لحفظ تراث محمد وآل بيته صلى الله عليه وآله. وانطلاقاً من الواجب الديني والشرعي، تسعى الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ومن خلال مؤسساتها الفكرية والعلمية إلى عقد هذه المؤتمرات والملتقيات وتعظيمها، لكي ننهل من معين تراثها بأبعاده الروحية والعقائدية والفكرية، ولتكون نبراساً ينير في طريق أجيالنا ومظلة نستظل بها ونستلهم منها طريق العزة والكرامة والجهاد. المؤتمر شارك فيه أكثر من 100 بحث علمي أكاديمي، حيث تم قبول أكثر من 80 بحثاً من قبل اللجان التحضيرية، وستناقش بمجملها مختلف الجوانب التي تحيط بشخصية الشيرازي قدس سره بجلسات بحثية ولمدة يومين. هذا الاستذكار هو من أقل الوفاء لمن ضحى بنفسه في خدمة العلم والمعرفة، خدمة المذهب والإسلام، فضلاً عن أن الشيخ الشيرازي عليه الرحمة يتميز بميزة أنه أفتى بقيام ثورة العشرين ومقاومة المحتل البريطاني، وله يعود الفضل في تأسيس الدولة العراقية الحديثة. ساهمت في مقالة علمية تبحث في فقه المعارضة السياسية في فكر الشيخ محمد تقي الشيرازي رحمه الله، وفي هذه المقالة سلطت الأضواء على نظراته وآرائه الفقهية. وأنا دراستي حول التصوير الفني في القصيدة العربية في شعر محمد تقي الشيرازي، يثبت هذا البحث أن محمد تقي الشيرازي لم يكن شيخ أو رجل سياسي فقط، وإنما كان رجلا عالما بالفنون الشعرية. علماء ومفكرون تركوا أثرا كبيرا في المجتمع من خلال بحوثهم ومؤلفاتهم العلمية، وهذا المؤتمر جاء ليسلط الضوء على نتاجاتهم المعرفية. من كربلاء أمير محمد، قناة كربلاء الفضائية. أهمية اللغة العربية وإظهار قيمتها العليا
فهي تتمتع بخصائص عدة جعلتها تتبوأ مكانة عالمية. ومن أجل هذا عقدت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. الندوة ناقشت في عدد من البحوث واقع لغة الضاد والهوية الإسلامية في ظل التحديات المعاصرة. المزيد في سياق تقرير الزميل أنمار الفضلي. الثامن عشر من كانون الأول من كل عام هو يوم مميز بالنسبة للأمة العربية، فهو اليوم العالمي للغة العربية التي تعد من أكثر لغات العالم انتشاراً، ويتكلمها في اليوم الواحد أكثر من 400 مليون نسمة. هذه المناسبة دعت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة للاحتفاء بهذا اليوم من خلال ندوة علمية بحثية تناولت عنوان اللغة العربية والهوية الإسلامية في ظل التحديات المعاصرة. عودتنا العتبة الحسينية المقدسة على رعاية البرامج الثقافية والإنسانية. طبعا هناك مشاريع خدمية كبيرة تقوم بها العتبة الحسينية، ولكن أيضا لم تنسى هذا الجانب الإنساني والجانب الثقافي والجانب العلمي والاهتمام بلغتنا العربية، هذه اللغة القيمة، لغة القرآن الكريم. طبعا اللغات تداخلت واللغات في العالم تشتتت، ولكنه اللغة العربية مقياسها ومرساها القرآن الكريم. ويقدم في الندوة ثلاثة بحوث تتعلق بالتحديات المعاصرة التي تواجه اللغة وكيفية الأساليب والوسائل الكفيلة بالتصدي لهذه التحديات ومحاولة تمكين اللغة في التخاطب وجمع الناس المؤمنين والمسلمين حول مائدة القرآن الكريم التي تشكل المائدة الأكبر في اللغة العربية. الندوة ناقشت ثلاثة بحوث علمية لأساتذة من جامعات العراق تناولت مواضيع تخص اللغة وأهم التحديات التي تواجه لغة الضاد بسبب الاعتماد على لغات أخرى إضافة إلى التكنولوجيا الحديثة. فمسؤولية التصدي للحفاظ على لغة القرآن الكريم أمر ضروري يبدأ من البيت وصولاً إلى الجامعات والمؤسسات المختلفة. في هذه الندوة المباركة اليوم فيتمثل في انتهاج دراسة نقدية للدراسات الثقافية بوصفها الأداة اليوم الأداة البحثية التي تكشف عن الكثير من السمات والمزايا في ثقافات الأمم ومنها الثقافة العربية، لكن الزاوية التي أنطلق منها هي زاوية تنظر إلى هذه الأداة أو هذه المنهجيات بعين ربما تبصر أكثر مما يبصره المنغمس فيها، وهو يعني أن هذه المنهجيات يمكن أن تكشف عن محركات كثيرة وتصنف الكثير من الأنشطة، ولكنها في الوقت نفسه تعمل على تجريف الهوية، وأعني بذلك أنها تحاول يعني تفكيك البؤرة التي يمكن أن يعني أن تتأكد فيها هوية قوم. لأن لغتنا للأسف اليوم تتعرض لهجمة كبيرة تريد تشويه صورتها ألفاظا ومعاني وكتابة، والحقيقة اللغة العربية لغة القرآن مثل ما هي لغة الإنسانية تحتاج من طلبتها إلى كثير من الاهتمام، واليوم العتبة الحسينية استذكرت هذه المناسبة. وحقيقة نحن نؤمن أن نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت الأطهار فصحاء، وهم يتحدثون بالعربية الفصيحة التي لا يشوبها لحن، وهم ترجمان القرآن، وعليه ينبغي لطالب اللغة العربية أن يعتني بهذه اللغة لأنها هذه لغة القرآن. إبراز أهم المشاكل والتحديات التي تواجه اللغة العربية من خلال مؤتمر أقيم في العتبة الحسينية المقدسة بمناسبة اليوم العالمي للغة. لقناة كربلاء الفضائية أنمار الفضلي، كربلاء المقدسة. وبهدف بيان القيم في متبنيات الشخصية القيادية وأثرها في البناء الأخلاقي للمجتمع، إضافة إلى دور القيادة في تحصين الأمة داخلياً
وتعزيز حضورها بين الأمم الأخرى، عقدت أكاديمية الوارث للتنمية البشرية والدراسات الاستراتيجية التابع للعتبة الحسينية المقدسة ملتقاها العلمي تحت عنوان أثر القيادة الصالحة في نهضة الأمم وتقدمها. الملتقى اتخذ من شخصية المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني نموذجاً في مناقشة بحوثه العلمية، فيما شهد حضور ممثلي المرجعية الدينية العليا وفضلاء من الحوزة العلمية إلى جانب باحثين وأكاديميين. مواقف كبيرة خلدها التاريخ للمرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي الحسين السيستاني، ولعل أبرزها فتوى الدفاع الكفائي التي كسر بها شوكة الإرهاب الداعشي. وتثمينا لتلك المواقف، أكاديمية الوارث للتنمية البشرية والدراسات الاستراتيجية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة اتخذته انموذجا في ملتقاها العلمي الذي ناقش أثر القيادة الصالحة في نهضة الأمم وتقدمها، والذي حضره ممثلو المرجعية الدينية العليا وفضلاء الحوزة العلمية إلى جانب جمع من الباحثين والأكاديميين. أولا، المرجعية الدينية العليا هي الامتداد الطبيعي لشيرة ومبادئ وقيم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وتقلدت وظائف ومسؤوليات وأدوار كبيرة خلال تاريخ العراق بعد سقوط النظام، وكان لها دور كبير في استتباب الأمن وتقديم التوصيات والنصح والإرشاد، بل كان عنوانها عنوان الأبوة الصالحة، وعلى رأسها سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله. موضوع المرجعية الدينية يعد من القضايا المهمة الاستراتيجية في المذهب الشيعي وفي الواقع الإسلامي حاضراً ومستقبلاً، إذ أن علاقة الإنسان عموماً بالدين إنما تقوم فيما تقوم عليه على أساس الارتباط بمرجعية تجسد الدين بالمعنى الأعم من الفقه وغير الفقه، وتمنح لأتباعها مرجعاً يثقون به في مسالك حياتهم المختلفة. وقد تزداد الحاجة في زماننا هذا إلى هذه المرجعية. وفي ظل هذه الرعاية الأبوية والحرص الشديد على رعاية وحماية مكونات الشعب العراقي، ثلاثة بحوث علمية طرحت على طاولة الحوار وسط إنصات وتفاعل من قبل الحاضرين. هذه البحوث انبثقت من محاور عدة، منها القيم الأخلاقية لدى القائد وأثرها في بناء المجتمع، إلى جانب الخطاب الإعلامي التوجيهي المستخدم في وقت الأزمات. ومرجعنا الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف من أعظم الأمثلة القدوة الحسنة التي اتخذتها الأمة، بل هو أعظمها لطبيعة وخصوصية المراحل التي مر بها سماحته والتحديات الجسام التي تعرض لها. وفي هذا الملتقى سنتناول ثلاثة محاور أساسية: المحور الأخلاقي، الجوانب الأخلاقية في شخصية السيد السيستاني وأثرها على المجتمع وبناء القيم الأخلاقية لدى الشباب والمجتمع بشكل عام، الجانب الإعلامي وتحليل طبيعة الخطاب الإعلامي لسماحة السيد السيستاني وأثر هذا الخطاب في المتلقي، الجانب الثالث اللي تحدثنا عنه بناء التوجه الاستراتيجي للأمة وللمجتمع وللشعوب. وتسعى العتبة الحسينية المقدسة من خلال عقد هذه الملتقيات إلى تبيان دور الشخصيات الصالحة التي ساهمت وبشكل كبير في حفظ الأمة داخليا وتعزيز حضورها بين الأمم الأخرى. لقناة كربلاء الفضائية، أمير عرب، كربلاء المقدسة. وبهدف توفير سكن مناسب لشريحة المتعففين ولتخفف عنهم صعوبة الحياة، حققت الكوادر الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة نسب إنجاز متقدمة في مشروع 3000 دار الخاص بتلك الشريحة في محافظة البصرة،
أنجزت المرحلة الأولى منه وهي إكمال ألف دار، وفيما بيّن مشرفون أن المواد المستخدمة فيه هي من مناشئ عالمية رصينة. الزميل نزار العلي. أكبر مجمع سكني متكامل يتكون من 3000 دار ستقدمه العتبة الحسينية المقدسة إلى العوائل المتعففة في البصرة، في خطوة منها لتخفيف بعض الأعباء عنهم. المشروع الذي تتسارع فيه نسب الإنجاز تعمل الكوادر فيه لإنجاز المرحلة الأولى وهي 1000 دار، وبعدها العمل على إتمامه بالكامل. مشروع متكامل يحتوي على كافة الخدمات والبنية التحتية، مدارس، مساحات خضراء، مشروع متكامل. المرحلة الأولى هو إنشاء 1000 دار. إحنا حاليا الخطة اللي واضعينها على 250 دار، وصلنا مرحلة الإنجاز بها 50%. العمل المتواصل، معدل عدد العمالة اليومية 150 عامل باليوم. إحنا خطتنا 12 دار أعمال فينشك، بدينا أعمال اللبخ الخارجي، أعمال الاستايجر التسطيح، أعمال السيراميك الجداري للمطابخ والحمامات، يعني أعمال إنهاءات، أعمال الكهرباء. وبالرغم من أن المشروع يعد من المشاريع الواطئة الكلفة، إلا أن المواد التي أضيفت فيه هي من مناشئ عالمية رصينة بحسب مختصين، وبعض المنازل هنا أكملت مراحلها الأخيرة وهي التي توضح لنا صورة المشروع بالكامل. بلشنا بأعمال البناء، وصلنا مرحلة متقدمة بأعمال البناء، ختمنا تقريبا بنسبة 95% من أعمال البناء بالنسبة لل 250 دار. بالنسبة للطابق الأرضي بلشنا بأعمال الصب للطابق الأول والطابق الثاني للأعمال المنجزة للمشروع. بلشنا حاليا بأعمال الإنهاءات للواجهة الأمامية متكونة من 24 دار، للبلوك الأول، الزون الأول. مثل ما تشوفون هسه بظهرنا موجودة، بلشنا عندنا أعمال الإنهاءات، بلشنا أعمال التسليك، أعمال السيراميك، أعمال لوخ واصلة بنسبة إنجاز متقدمة. أعمال كهرباء إن شاء الله بدينا بداية بالشبكات السقفية، بعدين الشبكات الداخلية اللي هي التشريح، وإن شاء الله وصلنا مراحل متقدمة هي نشر الأسلاك داخل الشبكات. تبقى عندنا إن شاء الله المرحلة الأخيرة هي مرحلة الفينش، أير السلام إن شاء الله فوق الجيدة من خلال اختيار مناشئ جيدة للمواد المستعملة، طرق حديثة إن شاء الله. ومع أن عمل الكوادر الهندسية هنا لا يقتصر على وقت محدد، فبين مدة زمنية وأخرى هنالك أعمال متقدمة للمشروع، وهذا ما يسارع من وتيرة العمل فيه لإنجازه بوقت قياسي. من داخل مشروع 3000 دار التابع للعتبة الحسينية المقدسة في البصرة، نزار العلي، قناة كربلاء. حل المشاكل النفسية لتلاميذ المدارس وطلبتها والوقوف عندها وتقديم الدعم لهم بواسطة مركز الإمام الحسين عليه السلام التابع للعتبة الحسينية المقدسة. زار وفد من المركز مدرسة ثغر العراق الابتدائية في محافظة بابل ضمن سلسلة زياراته التثقيفية للمدارس هناك، وتهدف المبادرة إلى التعرف على أهم المشاكل النفسية التي يعاني منها التلاميذ والطلبة وإيجاد الحلول لها، وبإشراف مختصين في علم النفس لبناء جيل متزن قادر على إدارة دفة حياته رغم الصعاب. الزميل محمد التميمي معه التفاصيل. زيارات متواصلة يقوم بها مركز الإمام الحسين عليه السلام التابع للعتبة الحسينية المقدسة ضمن سلسلة نشاطات تثقيفية لطلبة المدارس في مدينة الحلة، والتي تضمنت استدعاء أطباء اختصاص في علم النفس للوقوف على أهم المشاكل النفسية والاجتماعية التي يعاني منها الطلبة وإيجاد طرق لحلولها. من البرامج المهمة التي وضعها مركز الإمام الحسين سلام الله عليه التابع لشعبة التبليغ الديني في العتبة الحسينية المقدسة هو زيارة المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية،
والوقوف على حل المشاكل التي تقف أمام الطلبة. وفي هذا اليوم كان لنا زيارة خاصة لمدرسة ثغر العراق الابتدائية، ومن الأمور التي تحققت في هذه الزيارة هو اختيار إحدى الأخوات المباركات دكتورة في علم النفس للوقوف على معالجة المشاكل التي يعاني المشاكل النفسية التي يعاني منها الطالب. لاحظنا هناك عدد من الـ من الـ من التعاون وروح المبادرة من قبل الكادر التدريسي. طبعا لاحظنا بعض الحالات اللي موجودة هي حالات جدا بسيطة وقليلة، يعني من ضمن الملاحظات اللي نوهنا عليها هي الجانب النفسي للطفل. طبعا جدا مهم الجانب النفسي، لابد أن يكون هناك لقاء مع أولياء أمور الأطفال ونطلع على كل الأمور الخاصة بالأسرة، مثلا كأن تكون هي أحد انفصال أحد الوالدين أو وفاة أحد الوالدين، هذا طبعا يأثر على نفسية الطفل، بالتالي راح يأثر على النتائج اللي موجودة داخل المدرسة. كوادر تدريسية أكدت على أن مهمة النهوض بالجيل الجديد تأتي متكاملة بجهود كافة المؤسسات التربوية والدينية والتركيز على معالجة المشاكل النفسية للطلبة، والتي تعمل على إيجاده عوامل مختلفة. وهاي لدليل على أنه اهتمام العتبة الحسينية وضع المدارس والتعليم من ضمن أولوياتها، واهتمامها متواصل جدا ودعمها لا محدود للمدارس والتربية من خلال دعم البرامج التعليمية ودعم الكتب. حقيقة زيارة اليوم كانت مثمرة جدا، تناولت محاضرات من قبل أساتذة مختصين للتلاميذ المدرسة، كان تشخيص حالات معينة وأمور ونقاط استطاعنا تحديدها من خلال هذه الزيارة. لازم أكو برامج معدة تساهم بها المدرسة والأسرة. إحنا نشوف أي ولي أمر يجي للمدير أكو تعاون موجود من ضمن بعض الأهالي، ولكن الغالبية العظمى يعني ما دا يتابعون أبنائهم، ولذلك يشوف أكو فجوة تصير. إحنا دارنا لازم نطلع على هذه الفجوة. من مدرسة ثغر العراق وسط مدينة الحلة لقناة كربلاء الفضائية، محمد التميمي، محافظة بابل. ومع نهاية هذا التقرير سادتي المشاهدين، نصل وياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نشاطات العتبة الحسينية المقدسة، حتى نلتقيكم في حلقات جديدة. إلى الملتقى.